السلام عليكم. اليوم سنة أولى متوسطة راح نديرو رياضيات، بالضبط راح مازلنا في الأعداد العشرية، نديرو الجمع والطرح تاع الأعداد العشرية. مثلا عندي هنايا، نشوفو هنايا الجمع والطرح للأعداد العشرية، أنا أعداد عشرية. نعاودو شو الملخص الصغير، الأعداد العشرية هما كل الأعداد اللي عندها فاصلة فيها جزئين، الجزء الصحيح والجزء العشري. مثلا أنا هنا عندي 25.8، راح نزيد لها 9.17. كيفاش نديرها؟ هذه راهي افقي، نديرها انا عموديه. 25.8 عندي الجزء الصحيح اللي راه على اليسار، الجزء العشري اللي راه على اليمين، زائد تسعة. هذه راهي متكونه من رقم واحد، هذا رقم واحد هو وحدات، يكون تحت الوحدات، ما نحطوش هنا، ما نحطوش هنا خطأ، نحطو تحت الوحدات، لان الجزء الطبيعي الصحيح فيه الوحدات والعشرات. اذا رقم 9 هذه فيها غير وحدات، نحطها تحت الوحدات. الفاصله تحت الفاصله، 17 نكتب رقم واحده هنا وسبعة هنا، نقوم بعمليه الجمع عاديه، يساوي دائما فاصله تحت الفاصله. هنا ما عندي والو، شكون صفر لا شيء. 7 زائد لا شيء تبقى 7 تاعي. 8 زائد 1 9 فاصله، راهي هنا حبطتها. 5 زائد 9 14، نكتب 4 نحتفظ بالواحد 3. الجواب التاعي هو 34.97. هنا درنا عملية الجمع تاع عددين عشريين. نزيد نشوف عملية ثانية، مثلا عندي 8.75، نزيد لها مثلا، ولا نغير ندير مثلا 138.75 زائد 9.3 مثلا. راح نحط الأعداد، نحط العملية تاعي عمودي، 138.75 نزيد الجمع زائد 9.3. 9 هذه ما نحطهاش هنا، هذه مئات ما نحطهاش هنا، هذه عشرات. اذا نحطها تحت الوحدات، لان 138 فيها مئات عشرات وحدات، اذا و9 هذه متكونه من رقم واحد، نحطها تحت الوحدات. الفاصله تحت الفاصله، 3 ما نحطهاش تحت 5 خطا، رقم واحد بعد الفاصله نسموها جزء من عشرة، نحطها تحت جزء من عشرة. ثم نقوم بعمليه الجمع، 5 زائد لا شيء 5، 7 زائد 3 10، ما نكتبوش 10 كامل هنا خطأ، نحطو الصفر ونحتفظ بالواحد هنا الجزء الطبيعي. 9 زائد 8 17 والواحد 18، نكتب 8 نحتفظ، 3 مع 1 4، 1 زائد لا شيء 1. إن شاء الله راهي مفهومة عملية الجمع. نفس الطريقة نقدروا نديروها عملية الطرح. نعطيكم بك ملاحظة صغيرة في عملية الجمع، حدي الجمع، هذه عملية الجمع، وكل هنا هذا اسمه حد وهذا اسمه حد. إذا حدي الجمع نقدر نغير المكان تاعهم، نقدر نحط 9.17 هي الأولى، 25.8 هي الثانية، نقدر نغير الأماكن، هذا المكان مع هذا المكان. في عملية الجمع نقدر نغير الأماكن، اما في عمليه الطرح ما نقدرش نغير الاماكن. دوك نشوف مثلا، عندي مثلا 39.5 ناقص مثلا 18.25. عندي هذه عمليه افقيه، راح نحطها عموديه باش تجيني العمليه تاعنا سهله. 39.5 ناقص 18، نكتبها تحت الجزء الصحيح، الفاصلة دائما تحت الفاصلة، 25 نكتبها بهذه الطريقة. في عملية الطرح كيكون عندي فراغ هنا لازم نعوضه بالصفر، لازم ندير له صفر. في الجمع ما نقدر نستغنى عليه، مي في عملية الطرح لازم. دوكا حنقوم بالعملية، صفر ناقص 5 لا أستطيع، لا أستطيع، واش ندير؟ نسلف ونرجع. 10 ناقص 5 5، نعاود نروح للجزء الثاني، جزء العشرات، جزء من عشرة، 5 ناقص 3 2، الفاصلة تحت الفاصلة، 9 ناقص 8 1، و3 ناقص 1 2. إذا الجواب تاعي 21.25. تمرين ثاني، مثلا عندي 119.3 ناقص 9.125 مثلا. انا عندي 119.3، راح نقص لها 9، 9 نحطوها تحت الوحدات، الفاصله تحت الفاصله، 125 1 125. هنا ما عندي والو، لازم عليا ندير الاصفار، لازم في العمليه تطرح واجب عليك، لازم عليك دير الاصفار. في الجمع قلنا نقدروا نستغناو عليه، اصلا نجمعوا فقط. دوكا 0 ناقص 5 لا نستطيع، نسلف ونرجع. 10 ناقص 5 5، 0 ناقص 3 لا نستطيع، نسلف ونرجع. 10 ناقص 3 7، 3 ناقص 2 1،
الفاصلة تحت الفاصلة. 9 ناقص 9 صفر، وواحد ناقص لا شيء واحد، وواحد ناقص لا شيء واحد. إذا الجواب تاعي هو 110.175. قلنا في عملية الجمع نقدر نبدلو الحدي العملية تاع الجمع، أما في الطرح لا نستطيع. دوك 39.50 ناقص 18 ماهيش نفسها كي ندير 18 ناقص 39، هنا ما نقدروش نغيرو حدي العمل الفرق في الجمع، نعم، أما في الطرح لا. إن شاء الله تكون وصلت المعلومة، وإن شاء الله الدرس اللي راح بعد هذا هو المقارنة بين الأعداد العشرية. إن شاء الله نتلاقاو فيما بعد. السلام عليكم.